السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. فيه كتير من عائلة المنصة بيسألني بيقول لي أنت ما بتطلعش ليه؟ بقالك كتير ما بتطلعش. يا جماعة احنا بنطلع كل يوم، لكن الحكاية وما فيها إن من أسبوعين فاتوا بسبب دعم أهلنا في غزة تم وقف قناة المنصة والقناة الاحتياطية كمان في خلال أقل من أسبوع، واضطرينا طبعا نعمل قناة جديدة وان شاء الله مكملين. انا بطلع يوميا على القناة الجديدة في بث مباشر او فيديو، ولذلك بدعو كل اهلي واصحابي واخواتي في عائلة المنصة. احنا بنتكلم في 300,000 مشترك، وكنا محققين تقريبا يعني في اخر الفترة دي حوالي 100 مليون مشاهدة. اتمنى من جمهوري الفاضل ان حضراتكم تشتركوا في القناة الجديدة عشان ان شاء الله باذن الله نكمل رسالتنا للآخر، وبإذن الله هنكمل رسالتنا للآخر في دعم قضيتنا لآخر نفس. ولذلك أتمنى من كل اللي يسمع الفيديو ده يحاول قدر الإمكان ينشره ويعرف الناس علشان يعرفوا طريق القناة الجديدة، لأن طبعا اليوتيوب برضو قافل عليها. فأتمنى دعم الجميع وشكرا. وده فيديو احنا كنا عاملينه مبارح هتسمعوه حضراتكم دلوقتي بس مباشر، وبإذن الله مكملين زي ما قلت لآخر نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. حلقة كده فيها شوية كلام مهم، فيها تفاصيل مهمة وأحداث مهمة، هنعلق فيها على أكتر من موضوع وهنحلل فيها موضوع مهم يخصنا جميعا. حلقة النهاردة عنوان: هل ستبدأ الحرب الأهلية وانهيار أمريكا خلال الساعات القادمة؟ وأحداث أخرى تنتظر العالم، وما مصير أيتام ترامب من الحكام العرب. طيب على طول ندخل في الموضوع، وهنتناول قبل ما نخش في موضوع أمريكا واللي بينتظر أمريكا وبينتظر العالم خلال الساعات القادمة، احنا بنتكلم في أقل من 24 ساعة من دلوقتي. هنروح الأول لحدثين، حدث بيسلج الصدور ويعني بيحسسنا كلنا قد إيه البطولة دي قادرة أنها تعمل معجزات، تحديدا في جباليا من الرجالة الحماسيين. وحدث كبير ومش قليل، وسبحان الله كل ما بيعتقدوا الكيان ده، كل ما بيعتقد ان هو خلاص وقدر يهزم الحماسيين، اللي بيحصل صدمة ولطمة وحاجات كتيرة معيب نقولها على البث يعني. لكن في النهاية ياريت اللي ما تابعش يروح يتابع كده عشان مش هنقدر نعرض الفيديو هنا، لكن في النهاية يعني فيه فطايس كتير راحت وفيه مركافة وكلام كتير، يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل عشان الجماعة بتاع اليوتيوب بيزعلوا. تمام، فياريت اللي ما شافش يحاول يدور ويبحث على آخر ما حدث في جباليا، وانت هتشوف حرفيا ما يسرك. حاجة تانية، حدث صادم، ما احنا ما سبحان الله حظنا كده، حاجة كويسة تحصل وحاجة صادمة تحصل في نفس اليوم، واستمرار للسيناريو الخيبة التقيلة اللي احنا بنمر بيها حاليا في مصر للأسف الشديد، ومواجهات ما بين الجيش وأهل قرية تابعة لمرسى مطروح جميمة. القرية دي المفترض ان هيتعمل فيها مشروع استثماري سياحي، طبعا احنا ما بنعملش مصانع، ما بنعملش كلام ينتج ويجيب عملة صعبة ويشغل ناس، لا احنا بنعمل شاليهات، بنعمل قرى سياحية ومش لين عشان نعرف نبيعها بس بأرضها يعني. وبالتالي طلعت مصطفى القاتل اللي هربان من حبل المشنقة، المفترض ان هو يعني هيستلم او استلم الارض دي، خدها يعني تمام لحساب الامارات بحيث انه يعمل فيها مشروع سياحي عشان ننمي بقى الاقتصاد بقى وبلدنا تطلع بقى من الفقر اللي هي فيه ده، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم الناس الاهالي بيقولوا طب واحنا هنقعد فين؟ باختصار شديد والقصة طويلة ومتكررة، حصل مواجهات، الاهالي قالوا لا احنا مش هنطلع من ارضنا، دي ارضهم. فحصل احتكاك بينهم وبين بعض جنود الجيش المصري، جنود الجيش المصري تاني،
وأحد الجنود أطلق رصاصة، رصاص حي استقرت في أحد المواطنين من أهالي البلد والأرض، من أصحاب الأرض. طبعا الحكاية دي احنا بنتكلم النهاردة على معرفش اليوم الكام، يعني أنا ما بقيتش أعرف عد ورا بعض ورا بعض. آخر أسبوع ده فيه كوارث تهد جبال، مش تهد نظام، مش توقع جيش، تهد جبال. اللي بيحصل المسخرة اللي كل يوم بتحصل دي. طب إيه باختصار شديد جدا، أنا هعلق بجملة واحدة المنظر اللي أنا شفته وكتير من المصريين شافوه النهاردة. بيقول قطعا الجيش المصري بينتحر، مش بيغلط، مش مثلا، لا لا، الجيش المصري بينتحر حرفيا، لان الجيش قوته مش في السلاح اللي في ايده، قوته في الظهير الشعبي. واللي حصل خلال الفترات اللي فاتت من خلال شوية الفسدة والعملاء اللي اتحطوا في كذا حتة في البلد، كان في مهمة لازم تتعامل، وهي نزع السلاح الرئيسي من الجيش المصري وهو الظهير الشعبي، وفك الارتباط ما بين الجيش والشعب. يحصل ازاي؟ من اول فاكر الراجل بتاع كفتة ده كان بدايتها، وبعديها طلع قائد سلاح الجمبري يا فندم، وبعديها طلعت المواجهات في سيناء كلام، والبلاوي السوداء اللي حصلت واوا مرورا لحد النهاردة. فدي ده حلقة في سلسلة طويلة وخطة اتحطت كويس جدا علشان يتم سلخ الجيش من شعبه والشعب من جيشه، ويتبقى اللي قدامنا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. وده أنا زي ما قلت تاني، اللي أنا شفته هو الطلقة الأخيرة اللي ضربها الجيش في صدره، مش في صدر الناس أبدا. للأسف هو بينتحر حرفيا. عواقب ده للأسف وخيمة جدا، وهيدفع ثمنها الجميع، خلي بالكم بس. ويمكن الكلام ده نحتاجه بعدين، لكن افتكروا ان انا قلت الكلمتين دول دلوقتي علشان اللي جاي للأسف أسوأ بكتير جدا من اللي فات. نروح للعنوان الرئيسي في الحلقة، وهو هل ستبدأ الحرب الأهلية وانهيار أمريكا خلال الساعات اللي جاية؟ أنا قلت هتبدأ مش هتنتهي، يعني البداية ممكن تكون في أحداث معينة، لكن نهايتها قطعا لو بدأت الأحداث اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، واحتمالاتها كبيرة جدا دلوقتي، وقولوا يا رب ما تقطعوش، يا رب ادعوا بس ربنا إنها تتم وإن توقعاتنا تطلع صحيحة، لأن الموضوع مش موضوع يعني ثوابت مثلا قدامنا احنا بنقيس بيها. احنا حرفيا دلوقتي مفيش حد على الكوكب يقدر يقول لك مين النهاردة هينجح في الانتخابات. طيب ما انت بتقول هينجح وانتخابات يا عم، ايه اللي جاب بقى الحرب الاهلية والبتاع؟ هتعرف دلوقتي. تمام. طيب مبدئيا النتيجة في ما بين ترامب وهاريس لحد امبارح بالليل، اخر استطلاع رأي كان بيقول ان دول كل جنب فيهم، كل طرف فيهم حصل على 49% من الاصوات. هتقول 49 ما هو الفارق ده اللي هم اللي عايزين دول ولا دول، يعني 49% و49% ده معناه والاول مره تساوي، وبالتالي انت مش عارف مين اللي جاي. لكن في كمان نتيجه على ده، ونركز في الكلام اللي جاي ده دلوقتي، ان ترامب دي أول انتخابات ياخدها ويبقى متساوي بهذا الشكل. طول الوقت كان مهزوم أو النتائج مش في صالحه قبل ما يدخل، استطلاعات الرأي كلها كانت ضده، حتى هو رئيس في ساعة ما قابل بايدن في الانتخابات كانت معظم استطلاعات الرأي، بل كل استطلاعات الرأي بتقول إنه هو هيسقط، وبالتالي هو عنده استعداد مسبق إنه هيسقط. المرة دي بالذات هو أقرب للفوز من وجهة نظر ومن وجهة نظر الجمهوريين، وأحق بالفوز خصوصا بعد تجربة بايدن المريرة، سواء هو أمريكا أو حتى مع حلفاء أمريكا من الخارج، كله يعني عارف ومتأكد تماما أن بايدن كان يعني عبارة عن كده إيه،
عن حاجة عبيطة حصلت في أمريكا للأسف. وطبعا احنا دفعنا ثمن ده من خسة وإجرام بايدن في الشرق الأوسط، وأديه هذا الرجل طلع أكتر نازية من هتلر نفسه وأكتر إجراما من الصهاينة نفسهم، لأنه لولا هو ما كانش حصل كل الجرائم ولا كل البلاوي اللي حصل في العالم. لكن هنا اوعى ياخدك التأييد العكسي. يعني ايه؟ يعني مش علشان انت عارف ان بايدن مجرم واجرم في حقنا فيبقى ترامب حلو. المقياس ده غلط جدا. ونفس الحكاية، اوعى تعتقد ان عشان ترامب مجنون ووحش وفيه 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 يبقى هاريس مثلا حلوة. الاتنين احنا بنتكلم هنا بنقارن ما بين الشيطان وابليس، انا قلتها كتير قبل كده. فقصة ان احنا لما بنتكلم على طرف مش معناها ان احنا نكون مع الطرف التاني، لكن احنا دلوقتي مع بعض هنحلل ايه اللي هيحصل خلال الساعات اللي جاية دي، وايه الاحتمالات. علشان الناس اللي بتقول اصل احنا ملناش دعوة يا عم الانتخابات في امريكا، لا، انت حرفيا هتجيلك تحت السرير، هتجيلك في رغيف العيش، هتجيلك في الرز والمكرونة والسكر والزيت، هتجيلك في عيشتك، هتجيلك في المواصلات، في كل حاجة هتجيلك. فعشان كده ركز شوية عشان تعرف انت على الاقل ايه اللي ممكن اللي انت داخل عليه. تمام؟ طيب. خلال الفترة اللي فاتت حصل كام حاجة بتأكد ان احنا امام احتمالية كبيرة جدا لبداية حرب اهلية في امريكا. شوية معطيات، منها تصريحات لترامب نفسه، ومنها استبيان حصل من معهد ابحاث الدين العام في امريكا، ومنها معلومات موجودة وتم اقرارها حوالين موضوع تسليح الجمهوريين او السلاح اللي بيملكه اللي ممكن يطلعوا على بعض كام حتة يعني. والقصة دي، طيب استاذنكم يا جماعة اللي معانا يحاول يشير عشان كلامنا ده هنتكلم في شوية كلام مهم اتمنى انهم يوصلوا للجميع، وعندنا كلام يخصنا احنا بقى فيما يتعلق بموضوع النظم العربية وايه مصيرهم خلال الفترة الجاية، لو حصل ايه هيبقى معهم ايه، القصة دي كلها. ياريت اللي موجود معنا يدعم ويشير، واللي ما اشتركش يا جماعة اشترك، ما تكسلش تدوس على الاشتراك. في ناس تحدد دلوقتي معنا في المنصة مش عارفين ان احنا اصلا بنطلع كل يوم ويسألوني انتو بتطلعش ليه. عموما يلا، ايه هي المقدمات اللي معنا؟ وهنبدأ كده حاجة حاجة. حصل خلال كام يوم اللي فاتوا فيديو صغير جدا اقل من دقيقة 56 ثانية لأحد الناخبين، لأن في ناس بتنتخب دلوقتي إلكترونيا في أمريكا. أحد الناخبين صور فيديو وهو بينتخب وكان بيحاول ينتخب ترامب، المكنة ما قبلتش وهو بيدوس تعال نشوف الفيديو وانت تفهم أنا أقصد إيه بالظبط. تمام؟ لحظة واحدة خليك معايا، هو بيحاول هنا يضغط على ترامب مش جاي، المكنة مش راضية. تمام؟ تحتيه على طول كمالا هاريس، بص كمالة تحتيه بيدوس على ترامب فوق مش جاي. تمام؟ ايه اللي حصل بقى في الاخر؟ لو انت شفته المكنة لوحدها راح دايس على مين؟ على كمالة هاريس. الفيديو انتشر في امريكا كالنار في الهشيم، قال لك يا جدع انت يا نهار اسود، انتوا بدأتوا جهزتوا المكن عشان تزوروا؟ مين بقى اللي يقول ده؟ كل الجمهوريين. قبل الفيديو ده بأيام بسيطة جدا وبداية شهر أو يعني في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، حصل إن معهد أبحاث الدين العام في أمريكا عمل استطلاع رأي كبير شوية على ومركز على الجمهوريين، وسألهم سؤال واحد بس، هل تروا إن وجودكم بالسلاح عند اللجان الانتخابية ضرورة لضمان نزاهة الانتخابات؟ سيف السؤال على خبيث ازاي، وهقول لك ليه هم بيسألوه بالشكل ده. 30% على الاقل من الجمهوريين اللي هم نص امريكا قالوا اه لازم يبقى معانا سلاح واحنا موجودين عند اللجان. تمام؟ علشان احنا شاكين ان هيحصل تزوير. حصل بعدها مين؟ الفيديو اللي انت شفته ده. وحصل مش الفيديو كده وما راحش وخلاص، ده احنا بنتكلم هنا على مثلا حاكم ولايه كنتاكي في امريكا. تمام؟ بيقول لك ايه، ضحض مسؤولين في ولايه
كنتاكي الأمريكية ادعاءات تزوير الانتخابات الرئاسية بعد انتشار مقطع فيديو على وهكذا. كله هاج وطبعا بيحاولوا يكذبوا القصة ويحاولوا يبعدوا أي فكرة عن التزوير. في الحقيقة هم مش بيبعدوا فكرة التزوير علشان يحموا عملية الانتخابات والكلام ده، لا هم علشان يحموا أمريكا نفسها. ليه؟ علشان زي ما قلت لك الاستطلاع الرأي ده والهيجان اللي حاصل بخصوص فيديو صغير زي كده بيقول ان انت داخل على انتخابات بعد كام ساعة نتيجتها اما هاريس هتنجح او ترامب هينجح. حلو؟ طيب باختصار ترامب لو سقط بدأت الحرب الأهلية قولا واحدا بنسبة لا تقل عن 90%. طيب ترامب لو سقط كارثة عالمية كبيرة مش قليلة هتبدأ تحصل، وفعلا تقدر تقول مع انه هو بيقول لك احنا هنوقف الحرب هنا وهنا، لكن هيحصل حاجة من اتنين، اما اشتعال المواجهات في العالم كله او اغتيال ترامب، وبرضو اغتيال ترامب بشكل او باخر هيؤدي لحرب اهلية. شو بقى السيناريوهات كلها عاملة ازاي؟ طيب في سيناريو امن؟ لا مفيش، سياسيا مفيش اي سيناريو امن، وربنا سبحانه وتعالى على ما يبقى وما استقرئه ان ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا من سنة دماء اهل غزة ستكون لعنة على العالم، كل العالم، كل اللي سكت واللي دعم واللي دعم بصمته واللي شارك من بعيد واللي قال وانا مالي كله هيدفع التمن. واضح ان التمن بيتحضر دلوقتي، وافتكروا الكلمتين دول. طيب ده بس لا، لازم تعرف ان الامريكان في اغلب الولايات مصرح ليهم بشكل طبيعي جدا ان هم يحملوا سلاح، ومش سلاح خفيف، مش لا، في ناس عندها حرفيا مدرعات، عندها سلاح تقيل في البيوت بجد والله. فانت مش بتتكلم على سلاح خفيف طبنجة مثلا، لا في ناس عندها متعدد، وناس عندها مدافع ار بي جي، وناس عندها مدرعات، والله العظيم في ناس عندها دبابات في امريكا من الاهالي بعيد عن الجيش خالص. حلو؟ كان بقى حج 400 مليون على الاقل، ده اللي هو مترخص، اللي مترخص في امريكا 400 مليون حتة سلاح من الطبنجة للصاروخ، ده مع الاهالي. حلو كده، خلي المعطيات دي معاك علشان نجمع الخطوط دي كلها مع بعض ونقول طيب في حالات بقى هزيمة ترامب ايه اللي هيحصل. ترامب صرح تصريحين، قال ان احنا قدام احتمال واحد، وان اي نتيجة غير فوزي هتكون تزوير، دي واحدة. حلو، قال جملة كمان من شوية من ساعات، جملة خطيرة جدا قالها في تجمع انتخابي من شوية. قال ايه بقى؟ اسمعوا كده. وحتى ساعات قليلة قبل نهاية الحملات الانتخابية يواصل المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب إثارة الجدل بتصريحاته، آخرها حين قال ترامب إنه يأسف لمبادرته البيت الأبيض بعد خسارته التي لم يعترف بها في الانتخابات الرئاسية عام 2020. وأضاف ترامب في تجمع انتخابي في ليتيس في ولاية بنسلفانيا أنه ما كان يجب أن يغادر منصب الرئاسة والاقتصاد الأمريكي. أنت فاهمين الكلام ده يعني إيه؟ يعني رجع تاني بعد ما كان خلاص بقى سلم، قال لك لا ده أنا غلطان إن أنا سبت البيت الأبيض، غلطان إن أنا سبت الرئاسة، أنا ما كانش ينفع إن أنا أسيب البيت الأبيض وأسيب الرئاسة. ده الكلام ده بيقوله قبل الانتخابات بساعات، ده معناه إن هو ناوي على نية سودة، مش هو لوحده، ده هو والجمهوريين، يعني أنت عارف إيه بقى؟ يا قاتل يا مقتول حرفيا. طيب هل ممكن الأمريكان وأوروبا يعملوا اللي أنا ما كنتش متوقعه قبل كده؟ فاكرين زمان من شهور قلت لكم يا جماعة ترامب لن يترك لحكم أمريكا، إما يسقط قبليها أو يموت بشكل أو بآخر بعديها، يعني لو كسب
يحصل ده. طيب ليه يا عم انا بقول لك الكلام ده؟ عشان في حاجات تانية خالص مرتبطة، فيه نفوذ وفيه لوبيات وفيه مصالح كبيرة وفيه حيتان ترامب وجوده خطر عليهم. مبدئيا اللي بقى اللي منتظر العالم وهنمسك واحد احتمال احتمال. الاول نمسك احتمال اللي هو الخفيف شوية، اللي فكر انت سيادتك انه خفيف شوية، اللي هو ايه؟ ترامب فاز. الديمقراطيين مش بتوع عنف هناك، لكن عنف علينا احنا بس، بتوع ابادة علينا احنا، لكن في امريكا مش بتوع عنف. حلو تمام كده، انت كده خلاص افتكرت ان الدنيا هديت لا، ترامب مجهز كذا حاجة. اول قرار انه هيرفع الجمارك على البضائع الصينية 60%، وبالتالي الصين هتعمل نفس الحكاية، وبالتالي الاقتصاد العالمي كله هيدخل في أزمة طاحنة، أزمة قد تسقط أنظمة، الأنظمة اللي هي يعني نص نص دي هتقع. بس كده لا، قرار التاني استهداف الناتو، بمعنى أصح ادفع عشان تعدي، والناتو مش هيدفع، وبالتالي هيستهدف الناتو، وبالتالي ده هيبقى جوه له مردود عليه من الجمهوريين ومن الديمقراطيين. غشم براحتك، لكن الناتو ده ايدينا، ايدينا ورجلينا. حلو، وهنعرف ده ليه بعدين يعني. فانت جاي هتضرب الناتو انت عبيط، وخصوصا وفيه غيلان طالعه، فيه روسيا وفيه الصين وفيه تهديد من كوريا الشماليه، جاي النهارده تقول الناتو لا؟ غير حيتان تجارة السلاح وتجارة البترول وغيره في أمريكا، وتجارة السلاح دي يعني أخطر لوبيات موجودة في أمريكا على الإطلاق. تجارة السلاح من مصلحتها إن يبقى فيه طول الوقت مناطق صراع، وبالنسبة لها موضوع حرب أوكرانيا لو كان هم عايزين يقفلوها من بدري كانوا قفلوها بأي اتفاق، لكن ليه ممتدة بالشكل ده؟ علشان فيه مليارات بتدخل كل ساعة للحيتان دول. الحيتان دول زي ما قبل كده يعني طياروا رؤساء امريكان، فترامب ما هيبقاش بعيد عليهم، وعلى فكره ممكن يتم القضاء عليه يعني بدون ما يبقى اغتيال، كانها صدفه او كانها حادثه، لكن في النهايه برضه هتؤدي نفس الحكايه. ولذلك فوز ترامب كارثه على العالم، على العالم كله. احنا بنتكلم ليه؟ لان في جانب اخر، الغشم. ترامب اغشم رئيس شافته امريكا على الاطلاق، مش اجرم رئيس، لا هم كلهم مجرمين، لكن اغشم رئيس ما بيحسبهاش غشيم. ترامب الرئيس الوحيد اللي تجرأ على نقل السفارة الامريكية للقدس، وترامب مقتنع تماما بان الحل مع ايران هو ضرب المشروع النووي. تمام، اما يجي في وقت زي ده وكل طرف من الأطراف كان اللقيط أو إيران كل جنب فيهم دايس حاطط إيده على الزنات وهيضرب، أنت عارفين كل يوم كل ساعة ولا ساعتين بتسمع تصريح بأن إحنا هنضرب من الجانبين. دلوقتي إيران حتى الآن في 6-7 تصريحات من أول خامنئي لحد وزير الخارجية، كله بيصرح، وبتاع الحرس الثوري والكلام ده كله بيقول إحنا هنضرب بالشكل أكيد. والجانب الثاني اسرائيل عارف تمام وعايزه تكمل، لان بالنسبه لها اذا كانت لبنان خطر ولا في خطوره في سوريا ولا، فهم سموها قبل كده راس الاخطبوط اللي له ازرع ده كله ايران، فالكيان اللقيط ده مستهدف ايران في الاصل. سيبكم من قصه العبط والسذاجه اللي بعض الاطراف المتخلفين بيحطوها، اصل ايران متفقه مع اسرائيل والعبط الهبل والهارس ده، القصه مش كده خالص يا جماعه. خلينا بس ايه نتكلم بموضوعيه، لان الكلام ممكن يكون فيه توافق مصالح، وده بيحصل بين كل الدول وكل الدول. تمام، بيحصل حصل كتير ما بين تركيا واسرائيل، بيحصل بين مصر واسرائيل، بيحصل ما بين دول كتير عربيه واسلاميه، وما بين امريكا مره، روسيا مره، اسرائيل عشان الشرق الاوسط وعشان كله يبقى بيبلبط ويحافظ. فالتوائمات دي موجوده، اما ان ده يبقى منهجيه ما بين طرفين طول الوقت، لا الكلام ده كلام فاضي. تمام، طيب
زي ما قلت ان ترامب في حالة نجاح وهو الاحتمال الاهدى. خلي بالك احنا كل ده بنتكلم في الاحتمال الكيوت الحلو ان هو ينجح، تمام؟ زي ما قلت في ملفات كتيرة جدا هتتفجر، ملف خاص بالصين والاقتصاد العالمي، تتكلم على اكبر اقتصادين في العالم هيضربوا بعض، هيطحنوا بعض. مين بقى اللي هيحاسب على المشاريب؟ كله يا باشا، احنا حضراتكم كلنا هنحاسب على المشاريب اقتصاديا في انهيارات اقتصادية حادة جدا خلال فترة بسيطة. حلو، دي اول ملف. تاني ملف زي ما قلت لك بتاع الناتو وحرب اوكرانيا، لان ترامب هيجي اول حاجة عنده هيقول لك انا هوقف حرب اوكرانيا، وخد يا روسيا الحتة اللي انتوا احتلتوها خدوها وخلاص وقفوا. الكلام ده مش هيعجب مين؟ مش هيعجب اوروبا كلها، لانه كده هيستهدف كمان الناتو ويدفع عشان تعدي والكلام زي، ومش هيعجب لوبيات وحيتان السلاح في امريكا، تمام؟ ثالث ملف وهو اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي وهو ايران. ايران هو بيستهدف في المقام الاول المشروع النووي، ومش هيدي كارت اخضر ولا يفتح الضوء الاخضر لنيتن انه يضرب، لا هو اداه قبل الانتخابات. حصل اتفاق ما بين نتنياهو وترامب انه بمجرد ما ينجح هيسمح له مباشره بالضرب في المشروع النووي الايراني، وده التبعيات بتاعته على طول مباشره ان الحرب العالميه الثالثه بدات، او وصلنا يعني للليفل الاعلى. احنا بدانا الحرب العالميه الثالثه من زمان زي ما قلت وبكررها، احنا بدانا مع اول طلقه ضربت في اوكرانيا، تمام؟ لكن ليفل الوحش هندخل له مباشره مع اول صاروخ ينزل على اي منشأة نووية في ايران. ليه؟ علشان الرد جاهز. الرد ضربة شاملة وشاسعة في اسرائيل، ضرب لابار البترول في الخليج، تحريك كل حلفاء ايران في المنطقة في ضربة واحدة بس، في قفل باب المندب، قفل مضيق هرمز، انهيار اقتصادي عالمي فورا. انت خلاص قطعت كل حاجة، قطعت سلاسل الامداد ما بين جناحي العالم، قطعت او دمرت المصدر الاساسي في الطاقة وهي ابار البترول في الخليج، عملت كل حاجة. طب يعني يقدروا يمسكوا ايديك؟ لا يا باشا، الكلام ده كله انت ممكن تعمله بزراير وانت قاعد. قصة مش صعبة، ما حدش يفتكر انها صعبة ولا سهل عليهم انهم يقفوا اللي هيحصل. يا بس انا بقولك عشان كده ليه الغشم بتاع ترامب هيخليه يروح في مساحة زي هيروح فيها بس مش عارف يرجع، هيروح فيها وياخدوا العالم لمساحة لا يمكن تعرف ترجع فيها. خلاص تبقى الضربة طلقت، تعرف تجيب طلقة ضربت من طبنجة وترجعها تاني؟ مستحيل. طلقة اللي بتطلع تطلع، وهو غشيم وما بيحسبش الطلقة دي لما هتروح هتضرب فين، ما جايز ترد في الحيطة وتجي في صدرك، وده اللي هيحصل بالظبط. ده بقى كله في الاحتمال الحلو او الخفيف. نروح بقى للاحتمال التاني. لكن الاحتمال الخفيف ده زي ما قلت لك بيأثر على الجميع. أما الاحتمال الأقوى وهو يخص أمريكا في المقام الأول، وبالتالي هيخص أمريكا وحلفاء أمريكا، تمام؟ وأيتام أمريكا من الحكام العرب، وهو سقوط ترامب. احنا أمامنا ساعات وفي نهاية اليوم هتبدأ تبان مين اللي كسبان نهاية بكرة. أول ما النتائج هتطلع في عكس صالح ترامب هيبدأ الحشد، ويبدأ كل واحد يعمر سلاحه من الجمهوريين اللي انتوا شفتهم ده اللي دخلوا على الكونجرس وهروجوه بتاع دول، كانوا شوية كيوت وما كانتش لسه أمريكا لها سوابق في الموضوع ده، فكانت غريبة وكان العدد المتفاعل قليل. لكن اللي بيحصل دلوقتي ومن بدري حشد كبير جدا لأعداد، لو انت شفت في 2020 10,000 ولا 20، فضرب الكلام ده في 1000، انت بتتكلم في ممكن يكون 10-20 مليون على الأقل هيتحركوا، تمام؟ ليه؟ لأنه عندهم قناعة مسبقة ان ترامب كسبان. مستحيل يا عم، تتكلم اي حد فيهم اقولك مستحيل ترامب كسبان. طب يعني لا كسبان، طب النتيجة انتوا زورتوا، انتوا لك كلب، انتوا عايزين تسرقوا وتدمروا امريكا، طب وبالسلامة. فالسيناريو على الجانب الاخر هيتمحور في اطار، يعني لو حصل، وده وارد جدا جدا لان في قوة كبيرة
أمريكية وأوروبية بالنسبة لها ترامب مجيه ومجيه ده دمار كبير يعني، خايفين منه جدا. تمام؟ وبالتالي قصة أن ترامب يسقط تبعاته مباشرة قولا واحدا هي بداية الحرب الأهلية وانفصال بعض مرورا بقى بعد يعني بعد شوية هتلاقي في ولايات بدأت تطالب بالانفصال اللي هي الولايات الجمهورية، تقول لك لا احنا مالنا، احنا افصل يا جدع انت، لو في واحد ديمقراطي جاينا هنقطع رجله. وزي ما حصل على فكرة كبداية ده هيحصل في عندك تكساس والمناطق دي بتتقفل في 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 ثواني يعني، وغيره من السيناريوهات اللي حرفيا هتكون قولا واحدا بداية نهاية الحية الرقطاء اللي اسمها امريكا. عشان كده قلت لكم في بداية الحلقة ادعوا ما تقطعوش، قول يا رب، لان دم اهلنا في غزة مش رخيص ومش قليل، تهزلوا عرش الرحمن فمش هيتهزلوا عرش امريكا. هتشوفوا خلال الفترة الجاية وهنتابع، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل كلامنا ده في مكانه ويتحقق اللي احنا متوقعينه، ونلاقي امريكا بتدفع هي وكل كلابها سواء في اوروبا وفي العالم العربي الثمن. طيب ترامب وقع او سقط وبدأت الحكاية تولع كما هو متوقع، لان قصة خسارة ترامب وعدم حدوث انفجار زي كده في امريكا ده شبه مستحيل يعني، انا مش حطولك في الاحتمالات اصلا، مفيش حد يقدر يسيطر على القصة دي على فكرة. تمام؟ لان جوه المؤسسات بتاع الدولة الامريكية نفسها فيه احتقان بكلب دلوقتي. تمام؟ على كل المستويات، جمهوريين وديمقراطيين الاثنين ممكن يكون في مكتب واحد في شرطة ويضربوا بعض. الموضوع داخل في مستويات تانية خالص غير مسبوقة قبل كده. طيب ايه بقى مصير ايتام ترامب من الحكام العرب؟ لو فيه الامريكان قاعدين مستنين انتخابات كده، فيه ناس تانية في قصور الحكم العربية قاعدين مستنين انتخابات اكتر من الامريكان. ليه؟ علشان هم عارفين كويس جدا ان ترامب وجوده بالنسبة لهم هو طوق نجاة. هتقولي طب ما كان الديمقراطيين بيحكموا وبتاع، اقول لك لا، ما هو بايدن ما كانش ديمقراطي، بايدن باسلوبه واجرامه ما كانش ديمقراطي يا جماعة، ولا كان حتى جمهوري، يعني اكثر اجراما من الجمهوريين والديمقراطيين، ما فيش جمهوري ولا ديمقراطي وصل لهذا المستوى من الاجرام. وبالتالي بايدن اللي كان بيقول لك حرية الرأي وكان قلب كلب مسعور علشان خاطر بنته اللقيطة، وهنروح لحكاية بنته اللقيطة دي وحكاية قصته. تمام؟ طيب يا جماعة تاني لو سمحتوا اللي موجود يحاول يدعم، انتوا انا مش عارف تكسروا لي، حاولوا يدعموا عشان نوصل بس الناس، اعملوا شير ولايك والكلام زي كده يعني، حاولوا يدعموا. طيب ليه مستنينه؟ ليه مستنينه؟ علشان اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت، و تقدر تقول بايدن خدهم كلهم لنقطة النهاية، بمعنى إما إن يجي حد يدفع بيهم ويخليهم يكملوا، أو هيسقطوا سقوط حر مع تخلي الغرب عنهم، تحديدا أمريكا يعني، إن أمريكا هتدعم فأوروبا هتدعم وراه. بمعنى لو ترامب موجود هم بيقسوها كده، فترامب هيحمينا عشان احنا ديكتاتورين، وترامب بيعز الديكتاتورين وعارف ان احنا اللي هنقدر نأمن له مين؟ بنته اللقيطة. اما هاريس شوية مختلفة في القصة دي، مع انها صهينة برضو، لكن فيه درجات يا جماعة. تمام؟ ترامب غشيم ومجرم ومعندوش اي مشكلة خالص، ومفيش مجال، هو اصلا بيحتقر العرب تماما يعني، وبيحتقر المسلمين وعدو للمسلمين والعرب. انا معرفش الناس اللي جماعة المسلمين والعرب اللي في امريكا انتوا تهبلتوا في مخوكم، ترامب مين اللي تروح تديله؟ اقعد في بيتك لو مش هتدي، لو خلاص، لكن انت تروح تدي لترامب، ترامب اللي ادى اللي عمل جريمة ما حدش قبله عملها ونقل السفارة الامريكية في القدس، انتوا تهبلتوا في مخوكم؟ دول بسم الله ما شاء الله امثلة للمسلمين الجامدين والحلوين يعني، اللي بيدافعوا عن القضية رايحين يجيبوا لنا اللي هيسودها خالص. عموما
قولا واحدا السيناريو الثاني ده لو حصل الحكام دي مفترض انها تقفل الشنط تلم هدومها كده وتحط هدومها في الشنط وتشوف لها اي خرابه تخلع فيها، ان استمرارهم بعد كده هيكون حرفيا مستحيل. ليه؟ لان الفتره السابقه دي علشان تتعدل بالنسبه للغرب مش هيستهدفوا رضا الحكام ولا حمايه الحكام، لا هيحاولوا في حاله ان ترامب خسر والديمقراطيين اللي كسبوا يعني او تحديدا هاريس يعني هتبدا تعيد تاني منهجيه الديمقراطيين ما قبل ترامب، اللي هي المنهجيه اللي هم كسبوا فيها وعملوا فيها شعبيه كبيره بتاع اوباما، اللي هو يعني ايه مراعاه الشعوب وان احنا نبقى عاملين بالنسبه لمقاييسهم وحساباتهم يعملوا حساب للشعوب هي معه ولا ضد، ما انا مش هروح اجامل واحد وعلى حساب ان بلد كلها ممكن تفجر في وشي. خلي بالكم مش بيعملوا كده عشان الشعوب، عشان مصالحهم، هو مش هيعرف يعمل استثمارات في بلد كلها محتقنة وضد الحاكم بتاعها، عشان هو نفس السبب اللي قاله لمبارك ان مفترض تكون مشيت امبارح. فالقصة بالنسبة لهم حسابات سياسية يا جماعة، مفيش حد بيشتغل عشان خاطر الحباب عينيك، انت بالنسبة لهم ولا تسوي حاجة. لكن هو بيقول ايه، انا دلوقتي عندي بلد على سبيل المثال اي بلد من البلاد العربية وخصوصا البلاد اللي هي بتاع محور الممانعة يعني اللي هي بتمنع عن اسرائيل الضرب مش العكس، البلاد دي بالذات انا لو سبت حاكم شعبيته منعدمة والوضع محتقم بالنسبة له حتى لو هو دكتاتور وحتى هو متحكم، بس لحد امتى؟ مفيش الكلام ده، مفيش امكانية، لان فيه معظم الدول حصل ربيع عربي وعارفين ان ممكن الدنيا تهيك في لحظة، وعارفين ان لو حاكم واحد وقع في الدول العربية هتكر في خلال 3-4 ساعات، مش 3-4 ايام ولا 3-4 شهور، بقيت النظم هتقع ورا بعض. طيب هيعملوا ايه ساعتها؟ هيقولوا اصل احنا دعمنا فلان وفلان وفلان، يا خسارة. لا يا باشا، الناس دي ما بتفكرش كده، الناس دي بتفكر بشكل استراتيجي جدا وبتحط احتمال وخطة لكل احتمال، تمام؟ بتحط لك بلان ايه لو حصل كذا هنتصرف كذا، بلان بي بلان سي وهكذا، فمش عشوائيين، مش هيستنوا لحد ما الكارثه تحصل، هو في النهايه هيروح هو يعمل نفس بنفسه الاحتمالات اللي ممكن تحصل، تمام؟ وكتير هيلاقي يعني هيمشي واحد وهيجيب واحد برضه حبيبهم وكل حاجه، بس ما يكونش فيه احتقان زي بتاع الاولاني، فهيروحوا شايلين واحد تبعهم عنده احتقان شعبي او ضده احتقان شعبي ويجيب واحد تاني تبعهم برضو بس ما فيش احتقان شعبي، كده يبقى امنوا الدولة دي والبلد دي منها تنفجر فوق الشهر، تمام؟ هو ده بالظبط اللي خايف منه ايتام ترامب النهاردة. ترامب ما عندوش الحزبة دي بقى خالص، ترامب يا ما جدع ما تسيبهم، ما جدع دبحوهم احنا منا، تمام؟ الشعب اللي احنا ممكن نديكم سلاح وتضربوهم تضرب شعوب بالنووي، الكلام ده عند ترامب عادي ما عندوش مشكلة، لكن الديمقراطيين لا، وتحديدا هاريس لا، يمكن بايدن مجرم شويه وممكن يغمض وبتاع، لكن هم زي ما قلت لك الفتره الجايه لو نجحت هاريس هتحاول ترجع الحزب الديمقراطي لما قبل الانتخابات، او بمعنى اصح انتخابات ترامب يعني في اللي هو اليوم اللي كسب فيه بايدن مش بعده، اليوم ده تحديدا، او ترجعه لمساحات الشعبيه اللي كان فيها اوباما، لان اوباما كان يعني الديمقراطيين كانوا مكتسحين، كانوا بيحكموا امريكا بشكل مطلق تقريبا في الوقت ده، تمام؟ طيب في حاجه كمان اخيره، كان في تصريح لدكتور حسن نفع استاذ الاقتصاد والسياسه، السياسه والعلوم الاقتصاد السياسه والاقتصاد، تمام؟ الرجل قال كلام احنا تقريبا قلنا من 3 سنين بس بصيغة تانية، قال امريكا لها 3 بنات، وانا هنا برجع المصطلح ده او التشبيه ده للراجل حقه، امريكا لها 3 بنات وعندها ازمة عند ال3 بنات، ال3 بنات دول فيهم كل بنت فيهم عندها مشكلة وهي لا يمكن تقدر تحل ال3 مشاكل مع بعض، فلازم يبقى فيها عندها اولويات. حلو، هقف بقى لحد هنا، مين بقى ال3 بنات دول؟ إسرائيل بنتها اللقيطة، وأوكرانيا بنتها بتاع أوروبا،
وتايوان بنتها بتاع آسيا. ثلاث بنات عندهم أزمة في نفس الوقت. أوكرانيا لو أمريكا تخلت عنها فهي كده تخلت عن نفوذها بشكل كامل فين؟ في أوروبا. ضيعت أوروبا والناتو خلاص بالسلامة. لو بوتين سيطر في المنطقة دي أوروبا مش محدش فيهم يقدر يرفع راسه. خلصت قصة على كده. طيب عندهم اختيارات. فهنا لو أمريكا سابت زي ما قلت لك، لو أمريكا سابت أوكرانيا يعني بالشكل ده، وده من ضمن الأسباب إن هم مش هيسمحوا لترامب يعمل القصة دي إن هو يتخلى عن أوكرانيا عشان نفوذهم في أوروبا. طيب الجانب بتاعه البنت التانية، البنت وهنخلي البنت الأخيرة دي للآخر يعني، البنت التانية وهي تايوان، وهي مهمة جدا جدا جدا. تايوان لو ضاعت منهم هيضيع منهم القدرة على التحكم في عقل العالم، وهي أهم مصنع للرقائق الإلكترونية اللي بيدخل في السلاح، في الطيران، في العربيات، في الموبايلات، في الكمبيوتر، كل حاجة. عقل العالم بيتصنع في تايوان، تمام؟ أكبر مصنع على الإطلاق، والمصنع تقدر تقول التكنولوجيا الحصرية في العالم في تايوان. ودلوقتي الصين عمالة تقفل علشان خلاص بتقول ها ندخل النهاردة نكتح تايوان النهاردة ولا بكرة. أقول لك استنى لحد ما الدنيا تهيك في أمريكا ولا الدنيا تهيك في الشرق الأوسط وبعد كده نخش. دي الصين. طيب كده بس هتخسر، بس يعني لو أمريكا سابت تايوان هتخسر بس العقل العالم أو مصنع عقل العالم، يعني اللي هو مصنع الرقائق الإلكترونية. لا ده هتخسر معاها كمان نفوذها وحلفائها زي اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية. لأن كوريا الشمالية أول ما أمريكا تخسر في تايوان كوريا الشمالية هتفشخ كوريا الجنوبية حرفيا. مستنيين يعني، وبس كله مستني بعضه دلوقتي، الدنيا بتترستى، تمام. فدي تاني بنت كده، احنا خدنا البنت الأولى اللي هي أوكرانيا، وبنت التانية اللي هي تايوان. الشرح اللي أنا بشرحه ده يعني إضافة، هو الرجل قال بشكل ملخص يعني، لكن أنا بحاول أشرح لك الموضوع بشكل كبير شوية. تالت بنت وهي البنت اللقيطة وهي إسرائيل. خسارة إسرائيل بالنسبة لأمريكا هي خسارة الشرق الأوسط. قبل ما يكون الموضوع ديني، وهو ديني وعقائدي، في كمان بعد اقتصادي. الشرق الأوسط هي منطقة الخليج وقناة السويس، يعني فيها أهم معبر ملاحي في العالم وأكبر احتياطي نفطي واحتياطي للغاز في العالم. واللي يمسك دي سرة العالم، اللي يمسك الخليج منطقة بتاع الشرق الأوسط دي مسك روح العالم، تمام. طيب أمريكا ماسكة المنطقة دي بمين؟ ببنتهم اللقيطة. فزي ما قلت لك الثلاث بنات في أي حالة من إن هم يعني يسيبوا واحدة هيخسروا كتير جدا جدا. طيب هتقول لي طب ما ممكن أمريكا تخش تحاول تحمي الثلاث بنات وتحل مشاكلها؟ مستحيل، مفيش قوة على وجه الأرض تقدر تحارب في الثلاث جبهات اللي أنا قلتهم دول وتنتصر أبدا. لازم تتهزم. لو حاربت في الثلاث جبهات هتخسر في الثلاث جبهات قولا واحدا، وهتضيع منها الثلاث بنات نهائي. هتعمل ايه؟ هو ده اللي الكام ساعة اللي جايين دول هيحددوه. بالنسبة للديمقراطيين عندهم توازن شوية. يعني ايه توازن؟ يعني هيقول لك احنا هنخف التصعيد لكن هتستمر الحرب لحد ما يتم اتفاق عادل بالنسبة لمين؟ لأوكرانيا. لان احنا لو سيبنا بوتين ينتصر فهو يبقى خلاص احنا كده خسرنا اوكرانيا، فهيحاولوا يوصلوا لاتفاق او تستمر الحرب على الهادي زي ما هي كده بدون تصعيد. في نفس الوقت هيخفوا حدة المواجهات في الشرق الاوسط يعني. وعلى فكرة ده بتجهز له من دلوقتي. النهاردة ومبارح واول مبارح كان فيه وفد، فيه ناس من حماس وفتح الاتنين مع بعض في القاهرة علشان يحصل عملية صلح وتوائم علشان اليوم التالي للحرب. إسرائيل صرحت أكثر من مرة أنها تبدأ توقف أو تنهي عملياتها في لبنان، وإحنا كنا متوقعين من الأول. فيه احتقان وتهديدات بينية ما بين إيران وإسرائيل فيه، لكن بعد الانتخابات لو الدنيا راحت في اتجاه هارس
الملفات دي في الغالب هتتقفل على الهادي، وده او ده وجهة نظر الجانب اللي هو الديمقراطي الخاص بهارس. ترامب هيعمل ايه؟ هيعمل عكس كده خالص، هيعمل حرفيا عكس كده، هيروح مسلم اوكرانيا، فيروح رامي البت دي ويجي هنا في الشرق الاوسط يروح مخلي اسرائيل تولع الدنيا وتبدا، وهو طبعا غشيم مش فاهم ان مش ما عندوش تصور رد الفعل هيكون ماشي عامل ازاي، وهو معتمد كل اعتماده على ان النظم العربيه هتكون معاه ضد مين؟ ضد ايران. وده مش حقيقي في النهايه خالص، النظم العربيه هتخاف تدخل مع امريكا في اي صراع زي كده او مع اسرائيل خالص، حتى الحلفاء بتوعها هيطلع يقول لك انا ماليش دعوه يا عم، محدش يعدي من المجال الجوي بتاعي لما تخش في الجد، لان على طول الضرب هيبقى في المليان. بالنسبه للي عنده ابار بترول هتروح، اللي عنده برج خليفه هيروح، كله هيروح، وهيتبقى الخيم تاني والمعيز، ونروح نعمل المعيز بقى ونرجع تاني للحياه بتاعها. هم عارفين ده كويس، فمش بس هيخسروا العروش، ده هيخسروا الحياه اللي هم عايشينها، تمام. وبالتالي على قد ما هم فاكرين ان ترامب ده يعني هيجي ينقذهم، على قد ما هو خطر شديد جدا على المنطقه بالكامل وعليهم طبعا، تمام. وبالتالي ترامب وجوده وارد جدا انه يخسر، ان امريكا تخسر الثلاث بنات في وقت واحد، لانه هيتعامل بغشم، هيخسر بمزاجه بنته اوكرانيا، وهيخسر بغشمه بنته اللقيطه، تمام، الكيان اللقيط، لان الكيان اللقيط مع التصعيد ده ما هيبقاش بالسلامه، هيبقى بدا نهايته نهائيا، كله هيرزع فيه. وهيخسر تايوان، لان هو فاكر انه ممكن يصعد في تايوان والكلام زي كده، وان الصين هتعمل، حتى هو لو ما راحش ونكش يعني الصين، الصين مش هتستناه، مجرد ما هو هيبدا في الشرق الاوسط هتخش هي تايوان، فهيبقى خسر الثلاثه في وقت واحد. اللي انا بقوله لك ده في ناس تانية غالبا مفكرين فيه، وده مصدر قلقهم ده هناك عند امريكا من ان ترامب يجي، وعشان كده بالنسبه لهم ترامب ده ممكن يهد الدنيا. وعشان كده انا قلت زمان ان في الغالب الامريكان مش هيسيبوا ترامب يحكم امريكا تاني. اللي ينبنى وهتثبت وجهة نظر مين الاصح، لكن الايام اللي جاية ايام صعبة جدا على الجميع. طيب احنا نعمل ايه بقى احنا كشعوب يعني، تمام. احنا بما ان فيه وسيله ان احنا بنكلم بعض، يعني احنا دلوقتي هتلاقي موجوده على البث من كل الدول العربيه، وفي دول اسلاميه كمان معانا الحمد لله، وانا بشوف تلاتهم يعني. ده انا بديك مثال لمنصه صغيره، قيس على ده احنا المنصات الكبيره لما حد بيعمل حاجه كل من كل الدول بنشوفها وبنتابع، تلاقيني بتابع واحد من هنا وواحد من هنا، واحد من ليبيا وواحد من المغرب وتونس والبحرين وكله كله كله، يعني مش عايز اذكر عشان هنسى حد، لكن كل الدول العربيه الاسلاميه احنا راجل واحد، والله ما في اي فرق، والله كلنا واحد حرفيا انا بالنسبه لي على الاقل. وبالتالي المطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا اولا ننزع اي خلاف بيننا، لان الفتره الجايه مش بتاع فتره خلافات ولا نعارات ولا شعارات ولا مذهبيات ولا الكلام الفاضي ده كله. فترة دي فترة ان احنا امة واحدة، وامة هنا تشمل الامتين، امة عربية واسلامية، الاتنين دول مع بعض حتة واحدة. ليه؟ علشان معانا في الامة العربية مسيحيين رجالة وفي كل حاجة سبقنا، تمام؟ علشان بس ما حدش يفصل، الامة الاسلامية والامة العربية واحد النهاردة، وكلنا راجل واحد. هتلاقوا عيال الصهاينة وعيال النظم العاملة للصهاينة داخلين هدفهم كله ان هو يقسموا الوحدة دي. لو احنا متحدين مع بعض، واتحادنا ده مش قليل، دلوقتي احنا متحدين على السوشيال، بعد شوية ممكن نبقى متحدين على الارض فعليا، لان التغيرات دي ممكن تحصل ويبقى فيه كلام جديد في الفترة الجاية. الاحداث هتبقى كبيرة ومحتاجة ناس كبيرة، محتاجة ناس فاهمة ان ليها دور في اللي جاي. اعتقد انت فاهمني كويس، اللهم اني قد بلغت، اللهم فشاء. السلام عليكم.